لم تر أعين 169 مرشحا في محافظة القادسية هذه النفايات ومياه المجاري الآسنة في أحياء مدينة الديوانية التي هي مركز المحافظة، ولم تشم أنوفهم تلك الروائح التي تسكم أنوف سكان الأحياء منذ عدة سنين. عندنا بلدية وعندنا مراكز بلدية، لازم المفروض يطلعون يتابعون يشوفون عملهم يشوفون عمالهم يشوفون المراقبين مال البلدية. وياي تستاذي لازم ذني متابع، غير هو متابع لو لا، هو غير أبو، يعني المدير البلدية شنو؟ أبو للكل، هو أبوهم، يعني يطلع يوجههم، يطلع يشوف شغله، يطلع يشوف أموره، على مود واحد يحلل خبسته. وهذه المشاهد كافية لشرح ما يعانيه سكان المدينة، وما بين تحذيرات من الأوبئة والأمراض وأحلام المرشحين، يبقى المواطن في الديوانية حبيس النفايات بين الأزقة والشوارع. هاي شوفوا، شوفت عينكم، شوفت عينكم، لا حد جيس، لا حد جيس، هاي لا حد، هاي الأمطار تيبس بمكانة تقعد، هاي الدنيا مالتنا، لا واحد يجينا، لا واحد يسأل علينا، لا واحد، بكل شيء بكل شيء، هاي الأزبال مالتنا شوفوها، حال الضيم حالنا والله العظيم، ما حد يجي ولا حد يسأل ولا حد. هاي والقصة في الديوانية تعود إلى عقود التنظيف والخدمات التي شابها الكثير من الفساد المالي، ما جعل المحافظة برمتها تعاني من تكدس النفايات وانتشار الأوبئة. المفروض ان ترسل تجي البلدية تشيل هنا تجيب غير هنا، اكو من تكسرين، بس ما ادري شنو الاهمال بالشوارع، ما ادري المواطن يجي يلقاها متروسة او مكسورة يذب بصفها، والتراكم، هاي تراكم النفايات، تطلع الشارع بريحة، وين ما تمشي يكون نفايات، الشارع مو نظيف، يعني نشوف الدول وين وصلت، ابسط في الدول العربية المجاورة انه يعني شوارعها انظف من دولة كاملة، يعني العراق بصورة عامة وين ما تمشي تلقى نفايات. بالطبع يعني كثرة النفايات في المدينة وعدم معالجة هذه الظاهرة السلبية لها مردود سلبي على صحة المواطن وعلى يعني أجواء المدينة. والأحزاب السياسية السابقة والحالية هي نفسها التي أصرت على تقاسم المكاسب والنفوذ، بينما العراق الجديد يحث الخطى نحو مزيد من الانهيار.